السلام ومرحبا بكم في قناتي بينفوني سور ما شين ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم كما تشوفوا جيت نودكم افيك ان اونترمي بوغ لي فيت بوم اورانج لا ديكو تاعو بون جي ديسيدي اوت شوز فينالمون درنا كو تشوفوا لا ديكو تاعو افيك ان غلاساج ميروار ماربري اون فادير بون تنساونيش دي لايك اي دي كومونتير اي بارتاجي لا فيديو بيان سور نلتقاو ان شاء الله يا ربي في وصفات اخرى هيا تبعوني الكوزينه. Alors, nous avons la première chose que nous avons fait, c'est un biscuit moelleux, cannelle orange. C'est un biscuit original, un biscuit original. Nous avons fait un biscuit ou un bref, nous avons fait un biscuit. Nous avons 60 grammes de sucre, 60 grammes de sucre. عندي هنا زيست دو دوز اورانج هاهم شوفوا ني قسمتهم باش تعرفوا بلي راهم زوج. عندي معاهم هنايا 40 غرام زيت وزنوه ولا 400 مليليتر. عندي معاهم كيف كيف 40 غرام جو دو اورانج بريسي فري صادير معصور دوكا وقت التشينا 40 غرام ولا 40 مليليتر جو دو اورانج بريسي ميزون. عندنا 60 غرام فارينا 60 غرام فارين. عندي هنا 3 غرامات خميرة ولا مغرفة فاس المغرفة هكا صغيرة 3 غرام لوفور شيميك. عندي هنايا شوية قرفة. دوك نبداو هي أول حاجة حنبداها نضرب العظمة تاعنا مع السكر بيان سور هنا نكسرها قبل بسم الله أنا نخبطها حتى يدوب السكر ويجينا ميلونج موس مانيش حابة ندير عليكم الحس ولا غوصات شويه طويله باش ما نزيدش نطول. ا توت سويت شوفوا كيفاش ولا ابيض موس تبدلت لا كولور. دوكا نجي غير بالفوي نحيت نحطو لو زيست تاعنا بسم الله يا ربي لو زيست تاع لي زورونج غادي صدقوني حديكم بنينه بنينه سي ان اونترومي كيما قلت لكم مره الاولى بريزونطابل ديروا وحدكم يبقى منكم منشره. دوكا نجيبو الزيت تاعنا اللي قلنا 40 غرام ولا 400 مليليتر هكذا باغي بور لو جو 40 غرام ولا 40 مليليتر نتحرك شويه هكذا فارينا تاعنا اللي قلنا 60 غرام وعندنا 3 غرامات الملح باردون 3 غرامات ليفور شيميك والقرفه اللي ما يحبش بزاف القرفه يدير غير شويه انا ميدرت شويه هاك هكذا جو ميلونج ناني خلط شوفوا هيجي هكذا لي كده جيب بلاطو تاعنا شوفوا جبتو تاع 20 سنتيمتر هاي بلوز هاكو تشوفو هكدا صرا نصبوه بسم الله دوكا نحطوه في الكوشة 170 يدينا بين 14 ولا 15 دقيقة ماكسيموم فو سورفيي اي بيكي لو ميليو جامي تبيكي ولا حراف باسكو دايما الحراف هما لي يطيبو اللولين في لي كاطو داكوغ سما اون بيك لو ميليو يدخرج لكم ناشف بصح اوميد اون ميم طون ماشي سيك تعرفوا باش نطيبوه بزاف بعد يبس هكذا انا نحطو في الكوشه نولي لكم الوغ لو دوزيام هذا باسكو لازم نديروه باسكو لازم يقعد في الفريجيدير لا بات تاعنا سي ان سابلي بروتون كيف كيف على كانيل نسحق فيه دو جون دو عندي معاه هنايا 65 غرام سكر 65 غرام سكر عندي 70 غرام زبدة 70 غرام باردون بير 70 غرام زبدة عندي 95 غرام فارين تيب 45 عندي 95 غرام فرينة هذيك المكتوبة تاع 45 عندي كيف كيف 3 غرامات لوفور شيميك خميرة كيميائية 3 غرام لوفور شيميك عندي كيف كيف ان بو كانيل وعندي هنا لو سيل فلور دو سيل هاهي وراهي هاي تتباع. الوغ نبداو الوصفة تاعنا باش ما نطول عليكم ما والو ندي لي جون دو تاعي
نضربهم مع لو سكر اللي قلنا 2 جون 2 ا بو بري سي 40 غرام مع 75 غرام سكر نضربوهم حتى كيف كيف يبيعدوا. بسم الله هنا نحي لكم الحس ونولي لكم شوفوا كيفاش ولا بيض دابنا لازم نذوبو مو السكر باش ما يقعدلناش محربش. نزيد هنا الزبده اللي قلت لكم 70 غرام 60 غرام بيغ مو تسمى طري كيف كيف نعاود نضربو حتى يولي ليكم من كريم. بسم الله نبداو لا بتيت فيتيس وبعد نزيدو في لا فيتيس. الوغ شوفو ها يولي لكم كوم من كريم دونك نكملو لي زانجريدون طبعا اللي بقاو خاطرنا الفارينة اللي قلنا 95 غرام 95 غرام فارين ندير معاها لي 3 غرام تاع لوبور شيميك 3 غرامات خميرة الحلوى الخميرة الكيميائية نخلطو غير هكدا طبعا ندير لهم لا كانيل اللي هي القرفة وندخل مع بعضها. بون انا ندير ونولي لكم الوغ نجيو نديرو لها فلور دو سيل هاهو الملح تاع البحر شوف دير اون بانسي بركا تعطي واحد البنة بنينة وواحد الكوكتية اوبس. شوفوني درت بابي فيلم ونجي نفرغ عجينتي هنا هكذا ونحطها في الفريجيدير زوج سوايع نتوني نكمل بقية الوصفة تاعنا ولي زيتاب. هاهي بون باش منديرش باش تشوفو كيفاش راني نخدم هكذا ونبلاطي بالبابي فيلم باسكو هادي تسيبوها فغيمون طرية مانخدوش نخدمو بيها. نزيد هنا هاكا ومشيو اخدمو بابي تتلاصق فغيمون تتلاصق هذا مكان دوكا نحطها في فريجيدار زوج سوايع نعاود من بعد نوليكم باش نكملو بقية الوصفة. الوغ نبداو نديرو بوم لي بوم اورانج كاراميليزي يعني تفاح وتشينا كاراميليزي نديرولهم كراميل. عندي هنا 250 غرام تفاح شوفو قطعتو صغيور. عندي هنا معاهم 120 غرام سوبريم دورانج لي سوبريم دورانج هادو هما تاع الحبه تكون مقشره باردون ما شفتش بلي ربحها. بعد مره جاي ندير لكم كيفاش نديرو لي سوبريم. عندنا 40 غرام سكر رو ولا سكر كاسونات ولا سكر نورمال اللي عود ما عندوش. عندنا هنا 10 غرام جو دورانج ولا 10 مليليتر جو دورانج باردون جو دو سيترون. عصير الليمون 10 غرام ولا 10 مليليتر 10 غرام ولا 10 مليليتر جو دو سيترون. عندي معاهم 15 غرام زبده 15 غرام بور. عندي بيان سور زيست تاع لي زورانج اون اورانج وحده وعندي شويه قرفه. اول حاجه نحط السكر كاسونات تاعنا اللي هو 40 غرام 40 غرام سكر هنا شعل ندير معاه لو جو دو سيترون عصير الليمون ونخليه حتى يبدا يولي لي ان كراميل بصح ماناش حابينو فونسي حابينو كلير. شوفوا نورينا كراميل كلير ماشي ديرو فونس. نجي نرمي فيه الزبده قلنا 15 غرام 15 غرام زبده هكذا نرجع نقول عسوه ما تخدموش كراميل فونسي ونقصوا النار في موايان هكذا شوفوا قلت لكم كلير ها كلير كراميل بصح كلير. نجيب هنا نحط لي بوم تاعنا اللي قلنا 250 بسم الله هكذا
خلطوهم باش يتخلط فيهم كاع الكراميل هكا. هي في الحقيقه لا روسيت يديروها بالشراب لو بورتو. بون حنا ما نديروش الشراب، نخليوها غير هكذا. حاب يدير شويه مزهر ولا يدير هكا غير مغرف ولا زوج، مي سي با لا بين هكذا تجي لاباس عليها. نزيد النار شويه دوك. نجيب هادو لي سوبريم تاعنا اللي قلت لكم عليهم تاع تشينا. هاهم لي سوبريم، خلطو خليهم دوك يطلقو الماء، ومن بعد لازمهم يشربو لنا كاع لو جو لي كاين لداخل. نزيدو نجيو نحطو لهم هنا زيست تاع لي زورانج. شوفوا لي ما يحبش القرفه ما يديرش، ديروا شويه، انا ما درتش بزاف هنا ثاني. دوكا لازم ينقص الجو، كي ينقص الجو نعاودو نخليوه يشرب خلاص حتى تنشف، تبقى ناشفه قطره تاع ما. ها هو شوفوا شرب كاع الجو ولا ناشف. دوك نفرغو طبسي ونخليوه يبرد ونروحو نكملو لي طابلي بقات. الوغ نكملو الوصفة نتاعنا واش بقالنا فيها. ما علينا، هنا نوريك. هنا نسحق عندي كومبوت دو بوم، يعني كومبوت كتعرفو الاسم، كومبوت دو بوم ولا تاع التفاح. هادي درتها في الدار سون سكر، ساهلة. دوك نقولها لكم 5 5. ديو التفاح، بون أنا نسحق 550 غرام، نسحق 550 غرام تاع التفاح، نقطعهم رقيقه نحطهم دون اون كاسرول، ندير معاهم شويه قارص وشويه ماء ونخليهم يطيبوا. لازم تنشف من الماء ومن بعد جو لا ميكس تولي عندي اون بوري. داكور، الوغ نسحقوا 550 غرام بوري تاع التفاح ولا تاع لي بوم. نسحق هنا معاهم عندي 170 غرام ولا 170 ملل عصير برتقال. عندنا 170 ملل و 170 غرام jus de citron pressé maison ماشي تاع الزنقه. عندي معاهم هنايا 25 غرام ولا 25 ملل عصير ليمون قارص، 25 ملل و 25 غرام jus de citron. عندي معاهم هنايا 80 غرام سكر، 80 غرام سكر، وعندي هنا معاهم 15 غرام بيكتين ان اش. كاينه لا بيكتين ان اش وكاين يعيطوا لها بيكتين جون، كل واحد واش يسميها. اول حاجه بنشعل على كاسرونتي، نقص شويه الغاز. بيان سور عندنا هذوك لي بوم كاراميليزي اللي خدمناهم مع لي سوبريم دورونج. الوغ نجي نفرغ. قلنا لا بوري تاع لي بوم دو تير، لا بوري دو بوم تاع التفاح. بسم الله يا ربي على لي بوم دو تير، بالك هو تفاح. بوري دو بوم هكذا، نقصوا الغازة ولا فرغوا بعد نحطوا في الغاز. نقص ندير معاها 170 غرام جو تاع تشينا، 170 غرام ولا 170 ملل جو دو سيترون، اولا لا جو دورانج، جو دورانج 170 غرام، 170 غرام جو دورانج بريسي ميزون. حركوا هكذا. نزيد معاها 25 ملل ولا 25 غرام عصير ليمون، 25 ملل و 25 غرام جو دو سيترون ميلونجي. نجي هنا ندي لا مواتي تاع السكر، قلنا 80 غرام ديال لا مواتي، الاخرى نخليوها باش نديرو بها لا بيكتين. على بالكم بلي لا بيكتين لازم تتخلط مع السكر، كون تحطو لا بيكتين ديريكت تخسر لكم، وما عرفتش واش ديرو لها، ترميوها ما عندهاش حل. هذا ميلونجي دوكا خليه يبدا يغلي. الوغ شوفوا نجيب هنا هاي لا بيكتين، نخلطها مع السكر اللي بقى، خلطوها مليحه. الوغ شوفوا انا حنحط الثيرمومتر تاعي ولا نتوما عسوه واحد 3 دقائق ولا، كي توصل لي 170 درجه هاي بدات تطلع، هاي 70، نرمي لابيكتين تاعي اللي كنا خلطناها
ونخلطو او ميم طون. بسم الله بسم الله ونخلط ما نحبسش فو بيان ميلونجي. علي 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 قبل ما درنا لي غرومو اخا راسك روحي وهي سخونه سي با غاف هاكت فو بيان ميلونجي. دوكا نزيد نخليها واحد 8 دقائق احسبوا راه نزيد شويه على النار انا باسكو نقصت باش ما تكعبرش هذيك لا بيكتين تاعنا وتخسر لنا. نعاود نجي نخدم بالفوي رابيدمون باش ينحلوا لي. شوفوا كوما ديروهاش فوق لا بيكتين خلاص تاع ليكم تكور الخوم ومن بعد ارميوها. اون بو ميم با ميكسي ولا ريان. ها كان نخليها 8 دقائق ونولي لكم. شوفوا ها هو يغلي عمك تصيبوه بلي نقص ها شوف يتقال وينقص في لو فوليوم تاعو يشرب له كاع هذاك الماء. كنحيوه من النار هاني نحيته من النار نجيب نحط له هادو لي درنا دي بوم اي لي زورانج هادوك لي سوبريم دورانج كاراميليزي. بسم الله نخلطو مليح هاني خلطتهم. دوكا نعاود نردهم سوغ لو فو ان فو مويان ماشي قوي بيان سور 10 مينوت ونحيوه. ردوه سوغ لو فو نخليوه 10 مينوت ومنين داك حركو بالك باش ما يتحرق لكمش. شوفوا عم فاتوا لي 10 مينوت هاهم خليه يركح غير شويه ونجيو نكملوا وصفتنا. الوغ نوليو شوفوا هذا الاول اللي درناه البسكويت تاعنا موالو اللي درناه طري خلينا هي تغلي. نجيب طبسي نحطو نجيب لانسير هذاك لانسير اللي خدمنا به تاع 20 اللي طيبناه فيه بعد. شوفوا ديجا غير نطيبوه يشرب. شوف هذا نجي نصب فوقو هذا تاعنا اللي درناه لا كومبوت. بسم الله هكذا فوكا الجاتو دونك كيما نصب نولي لكم. ها شوف راني درتها صايده دوكا ندخلوها كونجيلاتور تقعد على الاقل على الاقل 4 سوايع بعد نكملوا الوصفه تاعنا. الى اللقاء. الوغ نبداو لاباط تاعنا اللي خليناها بردت في الفريجيدار دوكا نجيب انا نحلها في هذا قبل ما نتسقليش. ندير ان سيركل تاع 20 سنتيمتر سيركل اللي خدمنا به المره الاولى باش يجيونا كاع قيس واحد هكذا. بسم الله يا ربي نحل برك ان سيركل. شوفوا انا جبتها شويه نتوما غير تجبدوها من الكونجيلاتور خدموا بها ما ديروش كيما انا والديت نحل ونولي لكم. شوفوا راني خليتها نجيب هنا هذا تاعي نحطو ونجي نقلب. بسم الله باش نقدر نحي صيف هو. بسم الله نجيب السيرك اللي خدمت به المره الاولى قلنا تاع 20 سنتيمتر ونسيي نقطع سوا سوا نحيو هذا زياده دوكا هذه نخليها هكذا نحطها 170 درجة شالوغ تورنونت ولا نتوما واش الفوغ تاعكم 170 تدينا ماكسيموم تاعنا 15 دقيقة دوك نحطها طيب نولي لكم. شوفو هاي طابت أنا ما بخي بلوس كو 15 دات لي 18 مينوت داكوغ دوكا ما تمسوها ما تدورو بها ما تهدروش كاع معاها لازمها تبرد باسكو هادي ما تقدش ترفدوها تلمو طرية. وأنا هذا اللي قعد لي طيبتو هكذا دوك خليوها تبرد ومن بعد نكملو الوصفة تاعنا.
بون شوف هيا نكملوا عندنا بقات لنا ليتاب برك تاع لاموس ويبقى لنا لو مونتاج لاموس تاعنا نسحق 475 غرام بوري تاع التفاح كيما الاولى اللي درناها بوري سان سكر ما فيهاش سكر 475 غرام بوري في ميزون سان سكر عندي معاهم هنايا 15 غرام عصير ليمون قارص ولا تقدروا توزنوهم 15 غرام ولا توزنوا ولا ديروا 15 مليليتر سي ان بو ديفيسيل الوغ عندنا 15 غرام ولا 15 مليليتر جو دو سيترون نسحق معاهم 50 غرام سكر غلاس نسحق 6 فوي دو جيلاتين اللي هما 12 غرام عندي هنا نفس الكيله هذه عندي 475 غرام كريم ليكيد ليكيد ولا 475 غرام مليليتر او غرام كريم ليكيد هنا عندي الماء لا جيلاتين هذه اول حاجه نحيها منها هذه ما نخدموش بها دوك نحطها في الفريجيدير هنا اول ثاني حاجه نديروها نجيو نحطوا 6 ورقات تاعنا تاع لا جيلاتين في الماء نسيو نقطعوهم باش يدخلوا لنا هكذا نحطوهم كاع 6 ورقات هاهم هادو كاع نحطوهم ونطفيو ونولي لكم شوفوا هكذا ونخليهم واحد 10 دقائق برك باش يطراولنا ما بارده بالك نديرو ما سخون ما بارد الوغ دوكا شوفوا نديو لا موتي تاع لا بوري دو بوم لي درناها لا موتي برك هكذا غير شويه نديرو معاها لو جي دو سيترون جو دو سيترون لي درناه عصير ليمون نخليوها تبدا تسخن لنا بون شوفوا هي بدات تغلي تعرفوا على غليناها باش تذوب لنا لا جيلاتين فيها بون هاي تغلي هكذا دوك انا نحيها ها هي شوفوا نجي لا جيلاتين تاعي اللي عصرتها من الماء ونحطها عصروها مليح من الماء فوت رابيدا حركوا باش تذوب لنا بون شوف هاني خلطت تخلطت معها لا جيلاتين ما بقى فيها والو نجيب نكمل لا موتي تاع هذا تاع لا بوري لي ما خدمناهاش سوغ لو فو هكذا ونخليوها دوك نخلط مليح ونخليها تبرد طومبيراتور امبيونت باش من بعد نقدروا نديروا لها من بعد لا كريم تاعنا خلطوا باش يتخلط كلش مع بعضها ونخليوها تبرد لنا تبرد بصح ما تجمدش تحقها تبرد برك هكذا شوفوا هذه انا خليناها تبرد لنا طومبيراتور امبيون نجي هنا قلنا 475 مليلتر ولا 475 غرام تاع كريمه سائله اللي فيها 35% 475 غرام او مليلتر دو كريم ليكيد 60 à 35% de crème pardon de gras donc on voulait comme les خدم بها هنايا شوفوا انا خدمت بها هذه بوبلا هي هايله ما تخسر ما والو وزيت سيغ تطلع لكم كريمه سائله نباتيه هاي اباز فيجيتال وعندكم هنا مانيش عارفه كانت تبان لكم الدهون 35 ماذا بكم ما نحبوهاش تطلع بزاف تولي لنا فيغ وما نحبوش دوك تشوفوا كي ندربوها كيفاش شوفوا انا نبدا دوك ندربها ما نسحقهاش فريمون فيرم وما نسحقهاش ليجير نسحقها موسوز دوك تشوفوا انا نحي باش ما نسرعكمش ومن بعد تشوفوا شوفوا كيفاش طلع كي نحرقوه موس نجي هذه تاعي بعد ما بردت لي طومبيراتور امبيونت نزيدها اون 3 فوا بسم الله ثلاث خطرات ونخلط غير بشويه باش ما نخسرش لا كريم تاعي D'accord, je suis. On a en trois fois. Vous tordez le derrière ou je bute parce que il y a pas de concours. Je vais dire FIFA ou à des trucs là. Je suis. On zit. La deuxième partie. Je vais la partir là. Bon, on a déjà la caméra, on vous l'a dit. شوفوا
هايو كيفاش ولات اون موس خلط دوكا نجي نحط لها السكر غلاس تاعنا صح نصفيوه انا ومغربل بصح معليش راكم على بالكم هو ودل... الكاكاو اكثر حاجه اللي دير لي غرومو ميم غير تخليوه شويه هو من الميديتي باسكو هادو سي دي تروك تكتبهم سي سون موي اون با دير هكذا جي فيهم الميديتي بزاف هكذا انا كيما نغربل ونولي بون شوفوا راني غربلتو كاع سكر غلاس ونخلطو اللي قلنا 50 غرام 50 غرام سكر غلاس ونخلط كيف كيف غير بشويه هكذا بشويه جو ريدو راني ان بول شويه كبير مي بون حتى يدخل كاع ودركا نروحو خلاص نعملو كملنا للمونتاج تاعنا ندخلو كاع السكر غلاس جبدو من تحت وروحو هكذا بون نجيب الكاطو تاعنا باش نكملو المونتاج فو دوكا خلاص حنبداو لي طاب تاعنا تاع لو مونتاج انا هاي لا مستعد درتها في بوشا دوي بتسهل لي برك الخدمه هذا لانسير اللي درناه البارح تاع لي بوم مع لو بيسكوي موالو اللي درناه في الكونجيلاتور وعندي البيسكوي الاخر دوك نجيبوه نبدا به هو الاول هنا خدمنا في امول اونتر 20 اي 20 و 22 سنتيمتر هذا اليوم اللي حنخدم فيه في 24 الوغ شوفوا راني جبت قلنا المول تاعي هدايا يدير 24 هذا لو بيسكوي اللي درناه بيسكوي بروتون اللي درناه طيبناه مع بعضنا البارح نحطو هو في الوسط هكذا لازم نديرو لو ميلي باش يجينا في الميليو سوا سوا انا قبلها نديلو هنا شويه كريم شويه برك باش كي نلصق هذاك لانسير يلصق لي نجيب سباتول سي ندهن شويه برك بون نحي بعد هكذا هكذا دوك ندير تاني شويه من تحتها باش ما يبقاش يلعبني تانو كاع لي لا سيرفاس هكذا هذا مكان هاني بون نجيب هذا نحيه بسم الله هكذا ونحط فوقه سوا سوا ما نحط لانسير تاعي باش يبوش با باش يجيني لو غاتو او ميليو كلش يجينا سوا سوا باش يجينا جهه خشينه وجهه لاله ندي لاموس تاعنا بسم الله اللي حطيتها هنا ولا نهبط هكذا ونجي ونعمر نبدا نعمر لي كوتي هما الاولين بسم الله هكذا وخليهم يهبطوا للداخل هكذا شوفو نجي هنا بلا سباتول تاعي نسيي نسقم نلصق مليح هنا هكذا باش نعرف بلي او تخلي لداخل تعمر لي ميدليش لو فيت داكوغ نونطاسي ها راني ندور ونونطاسي ونعبط باش يدخل لي لداخل مليح هكذا نزيد نعاود ما تقدرو ديروها بمغرفة شي لازم عندوش سباتول و دوك نعاود نكمل نعمرها كاع ونولي لكم شوفو راني عاود عمرت هذاك لو فيد لي درتو ونعاود نعبز مليح دركا نلصق هنا في لي كوتي هكذا باش تعمر لي كاع هكذا ندير هكذا نزيد ندخل وبعد نجي هنا ونلصق هنا هكذا ندير باش يتعمر لي هذا باش تجينيش بلاصه فارغه وبلاصه معمره هكذا خلاص نعمر هذيك دونك خلاص هذيك نبدا لا سباتول معليش
عليه نغطي كاع لا سيرفاس دو مون غاتو هاي ونسقمها بسم الله وانا جوليس لا سيرفاس ونعاود نولي لكم شوفوا هنا ونروحوا نسقمو ما يحبش دينا كاع لا سيرفاس قد قد داكور هكذا وندور طبسي ما عندكمش هذا اللي ندورو به دور الطبسي بيديكم هكذا باش تجينا كاع لا سيرفاس لي دا بلاصه هابطه غادي ديرها هنا اللي ما عندوش لا سباتول يخدم بظهر المغرف ها هي هذا مكان هاي جاتنا ليس سين نحي الخطوط الزايده هذه كاع شوف اني كملتها هاديه تبات ليله كامله في الكونجيلاتور لازم ما نقدروا نديروها ما تقدروا تاكلوها غير لا جمدوا لا جيلاتين اللي درنا هذوك يجمدوا دونك نحطها ونتلاقاو ان شاء الله غدوه باش نكملوا لا بتيت ديكو تاعنا ادوما شوفوا كيما قلت لكم انا سيت سقمت شويه كيما نحيت نعاود نردها للكونجيلاتور زيد تحكم شويه روحها ونعاود نخدموا بها شوفوا جبدنا الكاطو بوم تاعنا باش نشوفوا هذوك الكلاصاج تاعنا اللي درناهم نعصرهم كيما قلنا لا تمبيراتور انا حندير شويه بيض نبدا به هو الاول بسم الله قلنا 30 نبداو بالحراف ونمشي باش نضمن يهبط لي بسم الله هكذا خليه يهبط بعد حنجيب لو جون كمان غير شويه هنا هكذا نجيب شويه لا بور نو رابلي نوتر بوم بوم شويه حمراء هكذا نجيب لا سباتول تاعي ونجي هنا ندير هكذا باش تهبط لي سور تو لي كوتي هكذا هذا مكان دوكا نخليوه يهبط مليح ونخليوها تنشف الوغ هنا بعد ما كملنا لونطخومي تاعنا شفتو كيفاش ودرنا له لونطخ كلاصاج كيما قلت لكم ونرجع نقول لكم يفو لي ليسي او موان 2 اور دو طون 3 اور يل لو ران طون دو سو ديكونجي باش تقدروا تكونسوميوهم ان شاء الله يا ربي الوصفه جاتكم سهله وتجربوها تنساونيش دي لايك دي كومونتير اي بيان سور بارطاجي لا فيديو احبكم في الله